انضم الينا من رام الله عصمت منصور الباحث في الشان الاسرائيلي. السيد عصمت، من الوارد ان تحدث خلافات بين الوزراء في اجتماعاتهم، ولكن لماذا تظهر هذه الخلافات للعلن؟ صباح الخير وتحياتي لكم وللمتابعين. يعني الخلافات مسألة طبيعية، خاصة عندما تكون يعني توجهات سياسية وأيديولوجية متناقضة لمكونات حكومة واحدة وفترة حرب. لكن أن تظهر للعلن وأن تكون بهذا المستوى من السطحية وهذه الحدية، هذا أمر، وفي ذروة حرب بهذا الطول وهذه الأهمية، هذا أمر غير مألوف في دولة الاحتلال. العلنية هي ربما هناك قصد وزراء أن يسربوا أخبار هذه الخلافات، لأنه هم أثاروا أصلا هذه الخلافات كي تصل للإعلام. يعني عندما يهاجمون رئيس الأركان والجيش واللجنة التي شكلها ويستذكرون قضية مثلا الانفصال، يتحدثون عن مستقبل غزة، عن الاستيطان فيها، يتحدثون عن فشل 7 أكتوبر. يعني واضح هم أرادوا هدفين. الهدف الأول هو شعبوي انتخابي، أي أن يصل جمهورهم أنهم يقفون كالمتراس في وجه الجالنت وغانتس وتوجهاتهم. وأيضا المسألة الثانية هي أن يحاولوا أن يلقوا اللوم على الجيش، يعني تنصل من المسؤولية مما حدث في 7 أكتوبر وربما نتائج الحرب التي ستكون مخيبة للأمال، وإلقاء هذا اللوم على الجيش والمؤسسة الأمنية والذين حكموا قبلهم، بمعنى أنه هذا يعني لا يخضع لهم. هذه يعني سلوك يظهر إلى أي مدى هناك ضحالة في الأداء السياسي والانتهازية. ولكن سيد عصمت، يعني هذا ليس بجديد في المرات السابقة التي منيت فيها إسرائيل بهزائم، كان يتم تحميل الجيش المسؤولية ويستطيع السياسيون أن لا ينالهم أي عقاب. صحيح، يعني لكن الماضي لم يكن 7 أكتوبر، نحن نتحدث عن حدث مفصلي، عن فشل هو الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، يعني ربما منذ 73، منذ العبور 7 أكتوبر 73 في مصر. يعني هذا الفشل سيترتب عليه الكثير من المسؤوليات والمحاسبة والإجراءات، وبالتالي يعني هنا الترصل يعني لا يكون من توبيخ أو من انتقادات أو من أن يسجل في سجل هذا المسؤول أو ذاك، يعني ملاحظات أو وصمة. هذا يعني محاسبة، يعني ربما عزل، ربما يعني ملاحقة قانونية، وبالتالي يعني هنا الترصل يبدو أنه هروبا من مسؤولية عن إجراءات ولحظات أيضا سيترتب عليها شعبية وقدرة على التنافس وغيرها. لذلك يعني بدل أن يعني يقف هؤلاء الوزراء ويتحلوا بالمسؤولية الكاملة تجاه الواقع الحالي الذي يخوضون فيه هذا العدوان على شعبنا، هم يهربون إلى الأمام ويهربون من استحقاقات اللحظة ومن استحقاقات 7 أكتوبر. وهذا يعني حقيقة من تابع النقاش بالأمس دفع البعض إلى الاستنتاج بكل يعني شفافية ووضوح، هذه مجموعة لا تستطيع أن تنتصر، لا يمكن أن تنتصر. عندما تزرع هذا الشرخ بين الجيش والمستوى السياسي، بين المستوى السياسي والجمهور، وتظهر هذه الروحية، هذه عقلية لن تنتصر. وأيضا يعني ربما هنا كان الاستياء الأكبر من أداء نتنياهو. نتنياهو بدل أن يضبط هؤلاء الوزراء، واضح أنه كان متواطئ معهم، وربما هناك من يعتقد أنه خطط وبشكل مسبق لهذا الكمين الذي وصف بالكمين لرئيس الأركان ولجانتس في جلسة الكابينيت. طيب، ولكن في هذه الحالة لماذا هذه الخلافات ظهرت قبل أن تنتهي المعركة؟ الخلافات بطبيعة الحال، يعني المعركة طالت. أولا كان يمكن يعني التستر على هذه الخلافات وتجنبها في بداية الحرب، كانت صدمة وكانت حالة حماسة وكان الكل مذهول حقيقة، وبالتالي كان يتعامل جميع ويتغاضى عن كل شيء سواء خلافات أو غيره،
ولنثرع الجيش ينتصر، لندعم الجيش، نتوحد في الميدان لنخرج من هذه الأزمة. طول الحرب هذا أظهر هذه الخلافات، يعني لم يعد بالإمكان إخفائها أكثر. ودخول الحرب في هذه المرحلة التي يعني لا تبدو فيها إنجازات كبيرة وتواجه انتقادات داخلية أيضا أظهر هذه الخلافات، ولكن الأهم هو أنه يبدو أن كلما بدأت إسرائيل أو المستويات الأمنية والسياسية تفكر في اليوم التالي للحرب، أي بمعنى الدخول في الأسئلة السياسية، هنا ليس معارك، هنا من يحكم غزة، كيف يدار غزة، ماذا نفعل مع سكان غزة، هل نستوطن في غزة ونعيد بناء الاستيطان أم لا. عندما تظهر هذه الأسئلة تبدأ تظهر التوجهات السياسية، وتبدأ تظهر النزاعات الأيديولوجية لدى كل طرف. ولذلك يعني مثلا بن غفير وسموتريتش يدعوان صراحة إلى التهجير. صحيح أن نتنياهو تحدث عن التهجير، وأيضا هناك وزراء آخرين تحدثوا وجهات، حتى واحد من حزب لبيد يعني وهو في المعارضة تحدث عن التهجير، ولكن هنا يتم الحديث ضمن خطط وضمن توجهات وضمن ضغط. أيضا تم الحديث عن الاستيطان، بن غفير يطرح خطة، يعد خطة الآن تتضمن الاستيطان في قطاع غزة، أي بمعنى بقاء سيطرة إسرائيلية مباشرة على القطاع وتواجد إسرائيلي. وهو قال أن الانتصار يعني ليس إعادة الجنود ولا القضاء على حماس، الاستيطان يعني أن نخسرهم أرض، أن ننزع منهم مزيد من الأراضي ونستوطن فيها. ولذلك يعني لاحظ هنا التوجهات الأيديولوجية مختلفة، والنظرة لليوم التالي للحرب مختلفة. وكلما اقتربنا من هذا اليوم أو فتح النقاش حوله تبدأ عمليا الخلافات تثار. إذن الأهداف المعلنة التي أعلنت مع بداية هذه المعركة أو العدوان على غزة ليست هي الأهداف التي يتم البحث عنها الآن، أو هي أهداف غير محددة بالنسبة للجانب الإسرائيلي واقعيا؟ يعني واضح أن كل طرف يفسر هذه الأهداف على طريقته، بمعنى هناك من يعتبر أنه مثلا إعادة الجنود والتخلص من حكم حماس وإلى آخره، يعتبر أنه إعادة الجنود ضمن صفقة هو انتصار، وأنه هذا أمر يكفي، مثل مثلا مفاز الذي يهاجم في هذه الجلسة، مثل بعض الوزراء في الكابينيت زي مثلا آيزنكوت وغيرهم. هناك من يعتبر أنه القضاء على حماس هو بمعنى القضاء على قوتها العسكرية، هناك من يعتبر القضاء على حماس كليا، هناك من يريد أن يخوض حرب دائمة مع حماس حتى آخر عنصر، وهناك أيضا من يعتبر أنه عودة الجنود والأسرى يجب أن تكون بالقوة ومن خلال الضغط، مثل جالانت. جالانت هو المتشدد في هذه المسألة يعني، ويشاركه في ذلك نتنياهو، هو يعتبر أنه لا يجب أن نخضع لا لصفقات تبادل ولا لمفاوضات، يجب أن نخلق ضغط متواصل على حماس. لذلك هي الأهداف صحيح كعنوان هي نفسها، ولكن كل طرف يفسرها بشكل مختلف عن الآخر، وكل طرف ينظر إليها بشكل مختلف عن الآخر، وأيضا هناك من ينظر إليها بشكل مقلوب. نعم. بمعنى هناك من يعتبر أنه أولا يجب تحرير الأسرى وبأي ثمن، ومن ثم استكمال الحرب حماس، وهذه حرب قد تستغرق سنوات ولها أبعاد مالية وسياسية والأخرى. وهناك من يرى العكس، أنه حسم المعركة مع حماس سيكون إطلاق سراح الأسرى. وهذا ليس يعني تفسيرات نظرية أو أنه تفسيرات يعني فكرية وخاضعة لاعتبارات كيف يقرأ كل طرف، هذه تفسيرات لها علاقة بنمط حياة وبأيديولوجيا وبرؤية للمرحلة التالية للحرب، وأيضا كيف يفسرونها هم وجمهورهم داخليا. ولكن برأيك من الذي يمكن أن ينتصر في هذا الصراع الداخلي في إسرائيل؟ إذا نظرنا بنظرة عامة للأحداث وما حدث في 7 أكتوبر، نجد أن الجميع إن كان الجانب العسكري أو السياسي فهو بالتأكيد متورط في أسباب ما حدث. صحيح، ويعني المسؤولية موزعة على الجميع، ولكن مثلا نلاحظ أن رئيس الأركان وقف أمام الكاميرات وقال أنا أتحمل المسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر، أنا رئيس المنظومة الأمنية، أنا جندي رقم 1، وهذا حدث في فترتي وأنا أتحمل المسؤولية، الآن سأحارب وبعد الحرب أنا جاهز لتحمل المسؤولية. مسؤول استخبارات وقف وقال نفس الشيء، حتى وزير الدفاع أو الجيش
وقف وقال أنا أتحمل المسؤولية. لا، لاحظ أن الذي لم يقف ولم يتحمل المسؤولية بل يتهرب كلما سئل عن ذلك هو نتنياهو. ولذلك يعني هذا هو الفرق، أنه نعم الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن هناك فرق بين من أبدى يعني استعداد لتحمل المسؤولية وأظهر يعني نوع من القدر من المسؤولية في النظر للأمور، وبين من يماطل ويتملص ويحاول أن يلقي التهمة على الآخرين، وأن يعني يخلق أجواء وكأنه يعني هو الوحيد الذي تصرف بشكل منطقي. أكثر من ربما 10 مرات سئل في أكثر من مناسبة أنه هل مستعد لتحمل المسؤولية. هو يعلم نتنياهو أنه أنت عندما تقول نعم أتحمل المسؤولية هذا سيترتب عليه ماذا تفعل بعد ذلك. يعني أنت تحملت مسؤولية، وبالتالي هذا يترتب عليه أن تأخذ قرارات لها علاقة بتحمل مسؤولية شخصية، وأن تنسحب من الساحة، أو أنه ما أن تنهي الحرب حتى تنسحب كما فعل رئيس الأركان. قال أنا بعد الحرب سأتحمل مسؤولية، بمعنى هنا مسؤولية شخصية، سيستقيل ربما أو يخضع للمساءلة، وهو يعني يبدي استعداد للاستقالة. ولذلك نتنياهو يتهرب من هذا السؤال كي لا يصل لهذه النقطة، أن هناك مسؤولية شخصية وأنا مستعد لتحملها والانسحاب من الحياة السياسية بعد انتهاء الحرب، وترك المجال لمن يعني يمكن أن يدير هذه المسألة ويحقق بها بشكل نزيه. لذلك هذا هو الفرق بين الأطراف المختلفة. ولكن يعني حقيقة الفشل استخباراتي سياسي أمني له علاقة بنظرة إسرائيل لقطاع غزة وتعاملها مع حركة حماس، له علاقة بالمفهوم المعلومات التي وصلت، منظومات الدفاع، المنظومات الأمنية. يعني هناك كثير من الجوانب التي كان فيها فشل شبه كامل تقريبا وعلى كل المستويات.